نتشرف بالحضور ديالي اليوم في اكادير، عاد نشوف الجمهور ديالنا في اكادير، الناس اللي كنحماق عليهم اخر مره شفناهم في تيميتاغ، مي اليوم ان شاء الله غادي تكون المره الاولى من بعد كورونا. دونك جينا باش نضحكوا ونشطوا كاملين. كنشكروا ارتيستي على هذه الضيافه هذه، شكرا. سولوا هذا السؤال، هذا تقدر تسولوا لاي واحد عنده شي ميتي، كاع اللي عنده شي مهنه عاش المشاكل في البريود ديال كورونا، لان بالنسبه سيرتو حنا كديزارتيست كان حنا الدومين ديالنا هو لانيماسيون، دونك لا سين كانت محبوسه، ما قدرناش نغنيو. كان عندنا حل واحد هو انك تسد عليك في الدار في ستوديو، انك تبقى تكري الجديد. دونك الحمد لله حنا كي تيقولوا لي بعد المقاتلين، حنا دي سيرفايفر، تنعيشوا دائما من مورا بحال هذه الكوارث، تلقى الارتيست ديما كاين. الحمد لله الحمد لله. لا فناير ما تيطبع، هذا سؤال جاوبت عليه شي 380 الف مره. فناير دائما فرقه مجموعه، فناير المدرسه، فناير 23 عام ديال الكارير، فناير خدات القرار انهم نديروا اعمال فرديه لكل واحد فينا في المجموعه، باش نزيدوا نعرفوا في المجموعه ديالنا ونعطيوها واحد الدم جديد. 23 عام ديال الكارير، ملي كتقولها لشي واحد كيقول واو هادو قدام، مي باقي حنا دي جون في ليسبري، باقي عندنا الكرياتيفيتي، باقي عندنا الانتاج، بقدروا نديروا بزاف د الحوايج. دونك هادي هي الفرصه فاش يعرفوا خليفه بوحدو، يعرفوا اشرف بوحدو، محسن بوحدو، مي العمل ديال الجروب كمجموع هذا كاين، وكاينين اعمال جديده ان شاء الله. زوينين اللي على قبلهم حنا كنديروا هادشي كامل، اللي بلا بهم حنا ما كاينينش. تنشكركم بزاف، تنشكركم على المتابعه ديالكم، على الدعم ديالكم، تنتمنى ان الثقه ديالكم دائما تبقى كيف ما هي. حنا كنحبوكم بدون اي مقابل، والحب ديالكم راه كيوصلنا. شكرا بزاف. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.